انتم تسمعوا في 90 دقيقة. كل علي فيلم يعطيكم الصحة على المتابعة. شكرا لكم الكل. بداية من ماضي ساعة ضيفنا إقبال العزابي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي. نعرف أنه المربين جميع القطاعات في التعليم قرروا أنهم يعملوا إضراب عام لقطاعات التربية الكل غدوة، معناها الكل المدرسين كل، ولكن قبيلة شوية يجي بيان من عند الهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد تقول راو لم يتم التداول في هذا الموضوع في الهيئة الإدارية، وبما مفهومه أنه باش يعملوا إضراب الهيئة الإدارية ماهيش موافقة عليه. هذا إذا شدوا صحيحة في الإضراب. نرجع بعد شوية لكل تفاصيل وخاصة على الأسباب، خاطر هو أساسا الإضراب العام هذايا اقترح المطالبة باسم قانون لتجريم الاعتداء على المربين، وكذلك للتعبير عن الغضب الشديد على وضعية المنظومة التربوية خاصة بعد اعتداء تلميذ على أستاذه بسكين وساطور في معهد ابن رشيق بالزهرة. مرحبا بكم كل. سفيان أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بك خليل. أهلا بك طارق. مرحبا. مرحبا. البداية توتسويت باش تبدأ بإيقاف وزير بيئة أسبق شكري بالحسن والنائب المجمد محمد صالح التيفي على ذمة قضية متعلقة بتهريب فواضل النحاس. أنتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. أحلى المعلومات المتوفرة عنا أن القضية هذه رو صارت فيها إيقافات عندها مدة بداية من شهر سبتمبر. بدينا نسمع أنه وقعت إثارة القضية هذه في الجسرين بالأساس، شبكة تم تفكيكها من طرف إحدى فرق الحرس الوطني بالجسرين بعد تورط عناصرها وهما 16 عنصر في تهريب النحاس وفواضله وإعادة ترويجه في السوق. هذه نحكيه في أكتوبر جو بونس طارقة، وبعديك البحث يجيب بالسياسة بالسياسة حتى لين اتضح أنه الوزير البيئة الأسبق أمبليكي في الحكاية والنائب محمد صالح التيفي المعروف بستايش كان تذكروا. هو يبدو حتى وزير التجارة، فما حديث وزير التجارة في حكومة يوسف الشاهد أيضا ممكن يكون معني أيضا بالتحقيق. هو المسألة كيفاش تفضحت تقريبا، هو تونس شركة في تونس شركة التيفي أند كو اللي تابع السيد معناها النائب المجمد صدرت نحاس لإيطاليا، وصل لجينوفا تعدى على الماكينات لقاو فما قطعة برامو فيها راديو أكتيف، معناتها بالإشعاع، فما إشعاع خارج منها من... رجعت لتونس. كي رجعت لقات المؤسسة المعنية بالحماية التونسيين من الإشعاع، نسيت شنية اسمها المؤسسة، عملت تقرير قالت راهو معناتها خرجت من هنا بالأشعة. هذيك جبد الباركور كله كيفاش خرج من تونس حتى حد ما فيق بها بالأشعة. اثنين منين جاءوا الفواضل وقت تحل موضوع الفواضل. شوف أنا مانيش أقول حاجة جديدة، كي نقول التوينسة الكل يعرفوا اللي في أحيائهم ساعات نجم يتقص عليك الانترنت، يتقص عليك الضوء، يتقص تجي تسأل يقول لك سرقوا كابل. هذي أنا في حومتي برك مرتين العام اللي فات أيوة. قص علينا الانترنت يجي جمع 10 ايام وقاعد نستنى في تونسي تيليكوم يقول لك لا غالب، يقول لك راه باش نستوردوه من برا ماشي لعبه معناتها وبرشا فلوس وتستيرا. فما شبكه واضحه نتاع مافيا النحاس خلينا نسميوه. اخي نحن عندنا منجم تاع نحاس باش نوليو نصدروا في النحاس لايطاليا، معناتها يبدا عندك شركه تصدر في النحاس لايطاليا شو معناتها؟ معناتها عندنا لباس نحن نحاس دي نحاس مقطوع نحاس نستوردوا فيه. ديجا من غاديك المشكل حكايه الاشعاع هي حاجه صغيره قدام المشكلة الرئيسي، منين يجيب فيه النحاس؟ ما هي شيرة والهنا الشبكة اللي بها فايدة يزم هنا حاجة برك حاجة برك بالله سفيان. خاطر المسألة زادة عندها علاقة بالسياسة ماهيش عندها علاقة فقط. هنا ماناش نتحدثوا على مواطن حل شركة ويعمل في النحاس، هنا نتحدثوا على النائب مشهورة داير التصويرة نتاعه وقت اللي طيحوا حكومة الفخفاخ مع نور الدين البحيري وجماعة ائتلاف الكرامة وقتها مشاو هزوا العريضة. الشخص معناتها موجود وعنده دور، النائب الكناطري ودرا شنو التصويره الاخرى المشهوره يوسم في اعوان في الديوانه في حفل رسمي معناها وهو معروف الانتيسيدون نتاعو نتاع التهريب. لهنا خلينا نكونوا واضحين، تختلف تتفق مع قيس سعيد في التصور السياسي، لكن عموما المناخ العام توا يسمح العديد القضاة يسمح للنيابه العموميه انها تمس دوسيات كانت حساسه قبل. وهذا اللي لازم يصير. الوزير شنو دوره في الموضوع سفيان؟ الوزير هو سهل له، هو اعطى تصاريح، هو صحح، هو وقع مع علم. راهو باش تفهموا حاجه، هو انه معناها النحاس يخرج للخارج، قالوا احنا نستوردوا في النحاس ومن بعد يخرج للخارج يرفزوه ويعاودوا يرجعوه لنا تلين
لأنه فيه إشعاعات. هذا يخلي أنه نلوج منين جات الإشعاعات. جات بطريقة سهلة، أذية نحاس تسرق من تجهيزات إما تونيزي تيليكوم أو تجهيزات ستيك. هكا هكا انطلقت العملية. ستادير شبكة السرقة، فما شبكة سرقة أي؟ وشبكة تحويل النحاس وشبكة تصديره بتأثير سياسي تاع ستايش اللي هو مهرب في شكل، في شكل نايب ووزير بيئة اللي هو انتوكا. الوثيقة اللي خرجت على النائب المجمد ايضا والرئيس في البرلمان المجمد متاع هيئة متاع لجنة الفساد مكافحة الفساد، هاني قاعدة نقرأ فيها، هي فيها بكود تيرم تكنيك، ما اللي نفهمه من الموضوع انه وقع اكتشاف انه فما غادياسيون، باش ما نصعبوش على العباد، يعني قال الاشعه هذيك رجوع شحنه مشعه، رجوع شحنه مشعه من النحاس يعني المغشوش والمشع الى تونس بعد تصديرها من طرف الترافيكر هذو. يعني الواضح جدا انه فما انه 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 فما مافيا نتاع النحاس الشبكه راهو العباد الكل تحكي عليها وتعرفها معناها التعاون الدولي في الموضوع هذا. يقول لك سولون لي كونفونسيون انترناسيونال كونسيرنون لي ديشي راديواكتيف لو كونتينور دو ريتورني دون سون ايتا او بيي دوريجين. وكمل الباقي خلو لا سوسيتي يلزمها توفر الشركه اللي صدرتهم بعد حتى كي رجعوا بالضبط. ولهنا يبدو فما مشكل، ما حطهمش في سايبهم كيكا. اسمع هما رجعوهم على خاطر لقاوهم ديشي راديو اكتيف، وبعد طلبوا من شركه لا سوسيتي تيفي سانجاج طلبوا من الشركه انها تحطها في مكان معزول ويبدا بعيد، وما فماش الانسان لازموش يدخل اون كونتاكت مع الانسان نتاعو، هو حتى في المخزن والحرس مشى ضم على كل المخزن هذاك معناها يلقى عادي. هو العمله سفيان ما يلزمهمش يقربوا 10 متر للكويف هذايا، خلي معناها انت سينو امراض وشي ولا يلبسوا ولا يا خلود يلزم نفهموا انه رانا نحكيو على سطيش، ماناش نحكيو على مدير مؤسسه اقتصاديه تحترم روحها راهو كناتري. انا نحكيو عليه كناتري، احنا نحكيو هذا بالاساس هذا كناتري وخدم مصدر نحاس في دوله تدعي انها تدعم في الليزن، والوزير مع وتوتشنشان مع تونشن مافيوز لا تونشن مافيوز الموضوع هذا ما تحاسبوش على معايير المعقوله ليه اوبليغاتوارمون سيد كيما هذا ماهوش باش يحترم المعايير. انا نحاسب مرحلته سفيان، احنا نحكيو على سلوك مافيوزي ازدهر وانتشى وربح واستثرى بغطاء سياسي، هذا هو الموضوع اليوم. اذا كان نحبوا نحطوا الامور في اطارها رانا باش نلقاو ترافيك النحاس في المده هذه، مده الاجراءات الاستثنائيه ترفع عليه الغطاء، ترافيك النفايات ترفع عليه الغطاء، ترافيك الترسيم العقاري للأراضي الدولية والغشة ترفع عليه الغطاء، ترافيك التلاعب بالصفقات العمومية ترفع عليه الغطاء، ترافيك التلفيق والتزوير متاع الشهادات ترفع عليه الغطاء. اليوم احنا في ورد وهذا يلزمنا نقولوه ونعترفوا به. أنا ما نقولوش السلطة أثرت القضايا، لا، السلطة رفعت يدها عن قضايا ميتة كانت تم بتواطأ ما بين هؤلاء رجال الأعمال المزيفين وما بين السلطة السياسية التي دفنت قضاياهم وشجعتهم على المضي في الفساد. هذا هو أساسي. أنا أتهم منظومة 24 جويلية بقيادة حركة النهضة برعاية الفساد في البلاد وجميع أنواع الترافيك. زاد فما نواب يخدموا على روح مثلا توا برك قبيلة المجدي كرباعي يسمي في روحه نائب الزبلة لأنه قاعد مركز على الموضوع هذا. شف تقرير جديد معناتها نشره اليوم تابع محكمة كالابريا يقول اللي فما
شبكة كاملة يسميها إيكو مافيا، عصابة العصابات البيئة، في استيراد الخردة في تونس ودفنها في بعض البلايس، شبكة كاملة على مستوى إيطاليا وعلى مستوى تونس. والتقرير بتاع محكمة كالابريا يقول هنا يقول راو فما مافيا تبدأ من إيطاليا وتوصل تونس، وواضح فما تواطؤ على مستوى الدولة في تونس اللي يسمح للوضع هذا. بديت المخازن باش تظهر والدبويت باش تظهر والناس اللي كل شيء باش يخرج به به، حاجة هايلة برشا. إن شاء الله بركة نشوفوا الأحكام القضائية المنصفة، يقع العدالة، العدالة تاخذ مجرى. هذاك شنو نحبوا، يلا فاصل ونرجع مباشرة نمشيو المعرض الكتاب، في افتتاح معرض الكتاب تم دعوة الصحفيين في وقتهم مشاو منظمين باش يعملوا التغطية، ولكن نرجع بعد الفاصل. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعة. يا سيدي نمشيو المعرض الكتاب، فايزة عرفاوي زميلتنا موجودة غاديك تفسر لنا شنو هي الحكاية. فايزة أهلا بيك. أهلا بيك خلود، مرحبا بيك، مرحبا باللي موجودين معك الكل. مازلت في الباركينج أنت ملي كلمتك 9 متاع الصباح وأنت غادي في الباركينج؟ علاش انا قدام البيت ما خلاونيش ندخلوا البارح؟ ما كان معناها من المفروض في الندوه الصحفيه الخاصه بمعرض الكتاب بعد عامين من الغياب، بما انه جات نجاحه كورونا وما تمكنوش من تنظيم المعرض هذا لمده عامين، جات اليوم الدوره 36 من المعرض هذا. من المفروض يعني اليوم الصحفيين يلقاو كار قدام وزاره السياحه 8:30، ما لقاوش ولاو طوعوا جاوا وحدهم. يعني اليوم جينا حبينا ندخلوا باش نقوموا بالتغطيه كالعاده، كما المعرض الكل كما ليزيفينمون الكل في البلاد، ما رانا الا منعنا الامن وقال اللي معناها سياده رئيس الجمهوريه جاي، ما نعرفش معناها يمكن احنا نمثلوا خطر خلود على سياده رئيس الجمهوريه. كلهم دخلوا يعني العارضين الكل دخلوا الا الصحافه ما تدخلش، الاجنبيه والوطنيه الكلنا موجودين، ثم تكون روح ثم تكون غادر ثم تكون قعد على امل انهم يدخلونا باش نقوموا بالتغطيه، لكن لا احنا موجودين قدام الباب. هو راه كي تجي تشوف، خليني انا باش نعطي رايي في الموضوع، كي تجي تشوف معرض الكتاب مستحق الاعلاميين اكثر من رئيس الجمهوريه، راهو باش نكونوا واضحين، معرض غائب عنده فعلا. عامين الناس يلزمها ترجع توا تتصالح مع الكتاب. دونك انتم الاعلام اهم برشا، احنا اهم برشا باش ننقلوا شنو الكتب، شنو الاصدارات، شكون الناس اللي بتصح الكتب، وخاصه انه وزاره النقل عملت حاجه باهيه برشا، راهو فما باش يعملوا دينافيت للناس، معناها كيران للناس تحب تمشي المعرض الكتاب. الامبيونس كانت تشره تهبل، واحنا في عايشين في مستنقع نتاع عنف وعايشين في شيء معناه يوقف المخ، وها الكتاب علاش ما تدخلوش؟ هل هو ما تعرفوش؟ يعطيك صحه باش نعطيكم الكل. فايزه يا اخي ما عندكمش فكره هل هو قرار جاي من عند الامن، من عند اداره المعرض، ولا رئاسه الجمهوريه؟ خاطر تفرق راهو الامور. لا 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 ما نتصورش من اداره المعرض، لانه الاخر دقيقه البارح تفرق في الليباج الاداره في مدينة الثقافة، والآخر دقيقة قالوا لهم فما كارس صباح بكري 8:30 باش تهزكم المعرض الكتاب. ما نتصورش من إدارة المعرض ولا القائمين على تنظيمه، يمكن لأمور أمنية ما نعرفش أنا، ما إحقاقا للحق ما مدونيش بالمعلومة الشافية والكافية والضافية، لكن معناها اش معناها خلود إلا الصحفيين؟ احنا ما نمثلوش خطر، احنا هنا باش نقدموا معلومة، باش نقدموا خدمة للمواطن، من حق المواطن توصلوا المعلومة، من حقنا احنا ننقلوا المعلومة، ورانا بالحق عمرنا ما مثلنا اختر ولنا باش نمثلوا اختار على يا بنت اي مسؤولين بالعكس. استنى عايش اختي، استنى لي بشويه انا نفهم، راه انت توا على اعصابك وتيا بشو ما نمثلوش اخت. يا اخي سامحني، اذا كان فما اجراءات امنيه مثلا حفاظا على سلامه رئيس الجمهوريه وهذا الامر تنسيق له الناس الكل، علاش الاعلاميين فقط يقع استثنائهم؟ ما يقع اجراءات خاصه في علاقه بالناس الكل، العارضين الكلهم موجودين، فما ناس دخلت اليوم للمعرض، وقع فقط استثناء الاعلاميين، الاعلام التونسي والاجنبي، نقاط استفهام كبيره. ما بطبيعه الاعلام لا يمثل خطر معناه، وخاصه كما قلت لك راهو معرض الكتاب هو حدث ثقافي هام، نحب ولا نكره محتاجين ان الناس الكل تتجند نورمالمون. فايزه هو الموضوع لازمنا نعرفوا علاش هذه هي نقطه الاستفهام. بين انت باش تقعد غادي توا، باش تقعد غاديك حتى تدخل؟ انا قاعده هوني
من حقي اني ندخل قلنا وقت اللي باش تدخل اكيد نعرفك باش تقوم دورك كيما يلزم فيزا باش تنقل لنا كل الاجواء وبرشا كتب ما تنسيش برشا كتب البنوت قول لي شنو خذيت عايشي شكرا لك فيزا ميرسي بوكو سي مالوغو سي مالوغو الحقيقه معناها حاجه تبهت على الاخر كان تسال سؤال خلود قول الرئيس تو اللي باش يمشي شكون باش يغطي له النشاط نتاعو اذا كان الاعلام التونسي والاجنبي مش موجود يعني باش يصوروا جماعته ويخليوها يستحفظوا بها ولا هبطوها يعني هذا بصراحه انتهاك لحريه الصحافه انتهاك الحق المواطن في المعلومه انتهاك ايضا لحق الثقافه في تونس في الانتشار وما يتسكتش عليه انه اول مره نتحدثوا في البرنامج على عوده معرض الكتاب تحدثنا عليه بالطريقه هذه 150 عارض من تونس 300 عارض لدور نشر عربيه واجنبيه من 20 دوله معرض الكتاب اللي فما اجيال يمثل لها حاجه مهمه برشا فاصله في تكوين الشخصيه تتذكروا وقت اللي وقت الترويكا وقت اللي معرض الكتاب يبيعوا فيه في الكيس نتاع الحمام والعطور وكتب استخراج الجين كيفاش تجند أهل الفكر والنخبة والإعلام وقتها ندد بما يحصل في معرض الكتاب الإعلام اليوم اللي ما يدخلش للمعرض تفضل أنا تعديت توا بالتاكسي في الرومبوان معناتها جاي لهنا في الرومبوان تاع الكرم المعرض تاع الكرم اللي لفت انتباهي هو الـ الأمن تحسه على العصاب دير فما كرهب داخل الكرم ظاهرة يغزر له ظاهر نشوف في ناس تسوق في الكرم يقول له ما أنا ماشي الكرم مش المعرض يغزر له الامني ومعناتها ظاهر بشعارات معناها مش غزر له قال له اليوم لا معرض لا والو لا معرض لا والو لباس هكا شو اي هكا انا هي سمعتها وفيزا بعثت لي مساج طارق تو قالت لي انه لجنه التنظيم ايضا ما خلوهمش يدخلوا دونك اللي دخل المعرض اليوم شوف. فقط الناس اللي باش تعرض الكتب اصحاب دور النشر ورئيس الجمهوريه شوف انا الحاجه اغزر انه الرئيس اغزر لي بشويه انه الرئيس مهدد باغتيالات مهدد كذا هذا واقع طبعا مش جديد مش جديد ويلزم فما اجراءات امنيه خاصه ماهوش جديد اما انت تعرف مليح اللي جزء مهم من عمليه افتتاح المعرض مش المره هذه من قبل هو انه نشوفه فينا الماء خاطر تو الكاميرا ممكن الكاميرا كان بتاع الرئاسه هي اللي باش تسجل الموضوع انت اذا كانك متقلق من انه الصحفيين يسالوا اسئله اخرى خارج الموضوع نتاع يمكن هكا خارج الموضوع نتاع كذا انت باللون ما تجاوبش ويتقال لهم الصحفيين راهو الرئيس مش يعمل حتى تعليقات على اما تعرف طارق يظهر لي هما ماشيين دون لو سونس اللي باش يعملوا افتتاح مع رئيس الجمهوريه يروح رئيس الجمهوريه باش يعملوا افتتاح اخر للصحفيين ومن بعديك يروحوا الصحفيين باش يعملوا افتتاح اخر للجمهور وتتعدل كلها في الافتتاحات وان شاء الله ينجح المعرض وكها ورغم كل شيء تفضل صوفيا اظن انه الصحفيين مش نحكي في تونس نحكي في العالم بصفه عامه راهم يغطيوا الحروب برغم المآسي نتاعها ورغم راهم يغطيوا اجتماعات مجلس الامن الدولي راهم يغطيوا اجتماعات جيويت وجيفان وما همش قادرين يغطيوا نشاط لرئيس الجمهوريه التونسيه مع العلم أنه رئيس الجمهورية التونسية اليوم ماهوش أول رئيس للجمهورية في البلاد ومعرض الكتاب ماهيش الدورة الأولى متاعه وفما ترتيبات وديما رئيس الجمهورية يفتتح المعرض هذا وكان وفما ترتيبات أمنية بطبيعة الحال لكن الترتيبات الأمنية هذه برغم شدتها عمرها ما وصلت إلى منع الصحفيين من التغطية هذا شنو معناها خلي نقولوا الأمور بوضوح أنه رئيس الجمهورية اليوم ورئيس الجمهورية علاقتها بالإعلام علاقة سيئة ما تحبش الإعلام تحب تعلم التوانسة مباشرة عن طريق الفيسبوك وتاخذ قراراتها من خلال الفيسبوك بدليل أنه بنية عينوها مستشارة الصباح بعد سويعات نحاوها
بناء على حملة فيسبوكية. وفي الأثناء رئيس الحكومة نجلة بودن البارح في العاصمة الفرنسية باريس تقول أن تونس حريصة على دعم الاستثمار الذكي في مجال التربية والتعليم وإيجاد مصادر تمويل بديلة والتشجيع على الشراكة بين القطاع العام والخاص للمستقبل للاستثمار في مستقبل أبنائنا. وذاك علاش مبادرة منع الصحفيين اليوم من التغطية مبادرة ذكية جدا. به نجلة بودن طارق مشيت لا مبادرة ذكية منهجية وسياسية محصولين على بعض. لا مش محصولين، هي عندها دور تمثل في تونس في الخارج وهذه مشكلة وقتنا في الداخل قد تكون مزير دي سيكوريتي. يا أخي أنت سمعتها في تونس أصلا؟ أنا سمعتها يا أخي أنت سمعتها في تونس أصلا؟ سجلت لك باش أقول لك هاي تكلمت وين تكلمت؟ تكلمت وعملت مداخلة خارج العادة وين 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 في فرنسا في المنتدى الدولي بتاع اليونسكو في تونس تكلمتشي تكلمتشي ما رجعت تكلم في تونس تواصلنا في اليونسكو تكلمتشي وتوجهت للتوانسة لا كي تكلمت في اليونسكو باسم تونس راهي تتوجه للتوانسة لا توجهت للماكرون اللي بجنبها صايب عليا شكون ما استقبلاش ماكرون الواحد توجهت للعباد اللي بجنبها. نجلة بودن مشيت لافتتاح أشغال المؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلم اليونسكو في نسخته 41 تحت عنوان الاستثمار في مجال التربية الحشد الدولي من أجل الإعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19. أنا كسمعت بالحكاية ذي والله تعاطفت معه في الوضعية اللي فيها التربية في تونس والتعليم بنجيش ماشي رئيسة الحكومة وتحدثت وقالت أنه نعم تونس راهي قادرة أنها تغير الأفراد والمجتمعات عن طريق التربية. شوف أنا واضح لرئيسة الحكومة ربما أحد الأدوار الأساسية اللي قاعد تلعب فيها هي أنها تمثل تونس في الخارج. واضح أنه قيس سعيد عموما لا يحبذ كثيرا السفر إلى الخارج ويحب أساسا يبدأ موجود لهنا. توا المرة الثانية مؤتمر دولي في النهاية مش زيارة ثنائية، المؤتمر الآخر بتاع البيئة في القمة الخضراء اللي في السعودية، المرة هذه مؤتمر اليونسكو في فرنسا، فما رغبة في اللعب دور نوعا ما وزير خارجية بيس. ودائر هو وزير خارجية عمل تغريدة لفتت الانتباه لأنه قال فيها اللي هي يعني رئيس الحكومة ستقابل نظرائها وأنا سأقابل نظرائي، وهذا كان الإعلان الوحيد على الزيارة لأنه صفحة رئيسة الحكومة ما أعلنتش في النهاية على زيارة رئيسة الحكومة. يعني شوف أنت صحيح عملت مرسوم 117 باش تحدد لنفسك أنت صلاحيات الرئيسية، ورئيسة الحكومة ما هيش فعلا رئيس الحكومة، هي كيف ما قلت أنا ملول هي مديرة التنفيذية للحكومة، لكن زيادة في نفس الوقت راهو سي امبورطون انه توا مثلا ماهوش بالضبط باهي برشا، راهو كي يهبطوا اكل تلخيص نتاع اللقاءات مع جي 10 وال15 سفير وبدون معطيات يعني كل على بعضه بالياتاش قبلت 10 ولا قداش، في حين كل دوله ما انت عندها علاقات معناها بروتوكوليا يظل يعني تصير بروتوكوليا ستنانديس شخصيات وطنيه ولا رؤساء حكومات ولا رؤساء يهبطوا يقولوا صارت اون سيري دو رونكونتر مثلا مع فلان وفلان وفلان، مش باش عامل باش تحبها تعمل رابور على كل لقاء المعمول به رئيس حكومه في النهايه حتى لو كان معناتها ماهوش في مستوى رئيس جمهوريه كي قابل سفير يعني يهبط بين انت قابلت يجي 10 سفراء تهبطهم كل تصاور يعني شوف يعني يلزم اخذ بعين الاعتبار في الاخر تتسمى رئيس حكومه ماكش حتحب تعطيها دور طليعي ولا واضح ولا في الصداره متفاهمين، اما زيد معناتها تهمشها بالشكل ذي وتولي تقريبا وزير خارجية بيس ما هيش في بلاستها الحكومة. أنا نعتقد مشيت في صميم دورها الطلاعي لحضور ثلاثة استحقاقات، مؤتمر باريس للسلام، مؤتمر اليونسكو، ومؤتمر حول الوضع في ليبيا، ونعتبر أنه مداخلتها في اليونسكو شديدة الأهمية. راهم مشاو يحكيوا على مؤثرات الكوفيد 19 على جودة التعليم والبحث عن حلول تشاركية دولية لإعادة الاعتبار المنظومة التعليمية. أعطت وضع تونس بكل دقة ومهمتها الآن ما هيش باش تجي كل نهار تحكي معنا بالله يا جماعة راني عملت كذا، مهمتها أني تمشي تمثل الصالح العام التونسي أني تخدم الملفات الكبرى ويعطيها الصحة وبارك الله فيها. يظل يجاوبك بربي سفيان الموضوع مع الشاطر حو انت تحب تسمع صوت نجلة بودن خليلي يقولك مش بالضرورة نسمع صوتها. لقد تكلمت يا سفيان تكلمت لشكون توجهت لشكون توجهت لشكون هو في حد ذاته انا ولي خبر نسمع صوتها يا مو سفيان مشكلة نحب اتكلم مش هو يحبها فقط ليه تتوجه لشكون يا اخي هي رئيسة حكومة بتاع شكون تعنا نحن ومشيت تمثلنا احنا في فرنسا ما تمثلش في الفرنسية مو تكلمنا احنا
تكلمنا احنا والمشاركه الدوليه في جوده المنظومه التعليميه مش لينا احنا، ليه مش لمصلحه المنظومه التعليميه السياسه هي تحت على السياسه طبعا. اما ليه امانه كنت ماش نسمع في بعضنا راه كنت اتمنى يمشي مثلا وزير التربيه وكذا، هي هو معها هي شو هي هذاك يكون الممثل الرئيسي مع وزير الخارجيه. لكن عموما شوف راه تهميشها بالشكل هذايا ماهوش في صالح الحكومه والعمل الحكومي، راه حتى اللي فيزافي الاخرين بما فيهم الاتحاد العام للشغل نقول لك من الاخر والمنظمات الوطنيه يشوفوها اللي هي بهال بدون معنى بدون وزن حاب ياخذوهاش بجديه. يا طارق راه كي تتكلم في الخارج حاجه هايله حاجه هايله، اما هذاك هذاك البونوس لانه الاصل في الاشياء ان تحكي معنا احنا قبل احنا احنا المعنيين لانها رئيس حكومه التوانسه ما هيش رئيس حكومة لدى بعد شوية بش نرجع لمجموعة من التصريحات في زابينج مع أحلام العبدلي. 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الكل، أهلا بكم أحلام. مرحبا نتعديو نبدأ مباشرة بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل البارح. اليوم الاتحاد اللي باش يكون حاضر بحضينا بعد شوية باش نرجعوا له في الآخر المستجدات. البارح اتحاد الشغل يطلب بصفة رسمية في الهيئة الإدارية إلى توضيح الرؤية السياسية، ضبط مسار تصحيح حقيقي والأسرع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة الطريق تنهي المرحلة الاستثنائية. الاتحاد زاد يرفض المسار متاع رفع الدعم، وكذلك باعتبار وأنه حكومة السيدة نجلة بودن يقول الاتحاد ان هي مش ممكن تناقش اصلاحات كبيره باعتبار وان هي جايه في وضع استثنائي، وحتى حد ما يعرف الحكومه هذه الى متى ستستمر، قداش باش تقعد تعمل، وشنو الصلاحيات او هامش الصلاحيات اللي ممكن يخليها تنجم تتفاوض مع المنظمات الشريكه وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل. البارح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان يتكلم زاده على علاقته برئيس الجمهوريه قيس سعيد في تصريحات خلال افتتاح الندوه تاع الهيئة الإدارية للاتحاد، وقال إنه هو يتصل برئيس الجمهورية كلما استدعى الأمر ذلك. نور الدين طبوبي اللي كنا سمعناه تقريبا من 4-5 أيام التالي اللي يقول اللي هو مازال شد الفرانات بالقوي باعتبار وأنه الوضع في البلاد هو وضع صعب. شكرا ليك أحلام. نذكروا أنه الهيئة الإدارية الوطنية هذه الاتحاد جي أيامات تقبل لقاء منتظر مع نجلة بودن، جي في إطار توتر حاصل مع منظمة الأعراف، جي أيضا في وضع محتقن جدا في صفاقس في عقارب، وايضا بعد حادثة الاعتداء على الاستاذ صاحبي بن سليمة، وجي خاصة في اطار تساؤلات كبيرة جدا على الوضع الاجتماعي وعلى موضوع التفاوض في القطاع الخاص اسكو باش يمشيوا فيه ولا لا، وعلاقة رئيس الجمهورية بنور الدين الطبوبي، العديد من نقاط الاستفهام. سفيان بسرعة بعد خليل وطارق، شنو قراءتكم لبيان الهيئة الادارية لانكم اطلعتوا عليه؟ الكونتكست ساعة السياق هو لقاء مرتقب بين الاتحاد ولا رئاسة الحكومة نهار الاثنين الجاي. هذا شنو الغاية منه؟ الغاية منه ساعة يحبوا يعرفوا شنية الحكومة هذية، شنو برنامجها؟ قال لك على مستوى الاتفاقيات لا يمكن الرجوع في الاتفاقيات اللي تم توقيع عليها منذ سنة 2012 عايشك. أي. لأنه فما حاجة اسمها استمرارية الدولة. ثانياً أنه فيما يتعلق بالتنازلات الممكنة على مستوى في علاقة بالمفاوضات مع المؤسسات المالية، يقول لك يلزم نحكيه فيها قبل، ما نسبش نصححوا لكم على اللي تحبوا، يلزم نحكيه عليها في مصلحة التوانسة قبل كل شيء. الشيء الثاني هو التفاوض مع القطاع الخاص. كان الطبوبي لا أعطى معطيات نقص من حدة التوتر فيها، قال أنه رانا قاعدين نتفاوضوا، مش صحيح رانا بدينا التفاوض وراو فما زيادات في بعض القطاعات، يعني أنه الاتحاد بيدو قابل فكرة أنه فما بعض القطاعات ما هيش قادر على الزيادات في الظرف هذا. شنو اللي يميز الهيئة الإدارية هذه مثلا على الهيئات الإدارية السابقة خليل؟ وقت اللي نرجع للكونتكست الكل معناه اللي قدمناه واللي حكى عليه سفيان. الكونتكست الكل هو القضايا المزمنة في الحقيقة اللي حكيت عليها في مستوى الملفات الاجتماعية، المفاوضات المعطلة، غيره الجديد أنه إعادة لفت نظر السلطة إلى الجلوس حول ملف المؤسسات العمومية وإنقاذها خارج
فكرة التفويت، والجديد هو في الحقيقة في الرزنامة السياسية. أحلام عطتنا إضاءات واضحة، ولكن ثم حاجات تتقرا بين السطور أمس في البلاغ السياسي. يعني بعد توضيح الرؤية السياسية واختصار أجل المدة الاستثنائية، الاتحاد يحكي على إجراء حوار وطني حقيقي نتبعه مليح وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره ونظافة اليد. يعني لو هذه نقارنوها بما طرحته السلطة السياسية اللي قالت لا للفاسدين ولا للمتعاملين مع الخارج، يعني الاتحاد رغم احتجاجه على رئيس الجمهورية في عدم تقديم خريطة الطريق يؤكد من جديد أنه يتقاطع معه أو يتفق معه حول أن الحوار لابد أن يستثني منظومة 24 جويلية، لكن يطالب أنه الحوار يكون حقيقي. أي حقيقي أي هذا أهم حاجة. أي واللي سطرت عليه مهمين ولا لا حوار حقيقي طارق؟ لا يعني أنه يكون مش المنصة الإلكترونية. واضح الاتحاد يقصد لي الحوار بالشكل اللي تم قبل، اللي فيه المنظمات الوطنية وفيه يعني عدد من الأحزاب، ربما باستثناء أحزاب الحزام تاع 24. واضح اللي الاتحاد الملفات الاجتماعية باش يولي هو يتصدرها، والضرب اللي صار في عقارب، البيان تضمن موضوع عقارب ونتراتر. دونك باش نلقاوه الاتحاد توا في صدارة خلينا نسميوها المعارضة الاجتماعية وتوازن القوى برافعة اجتماعية مع قيس سعيد. يعني قلنا قيس سعيد توروت محلول قدامه، وحتى طرف ما ينجم في الوقت الحالي عدل موازين القوى، وربما أي محاولة من حركة النهضة كيف البيانات اللي عملها توا براتيكمو كل يوم بيان بتاع رجل الغنوج يزيد يذكر الناس يقول لهم راهو رد بالكم راهو كان يمشي قيس سعيد ويستنيوا فيكم الجماعة هذوما. الحاجة نحب نقولها فما معطيات وفما اللي تشعل الضوء الأحمر في علاقة بالوضع الاقتصادي. أنا نحب نركز على حاجة برك جبد عليها هو البارح سامي الطاهري، موضوع الدعم وخاصة دعم المواد الأساسية. باش نقول حاجة في علاقة بالقمح، حسب تقرير لرويترز تونس شريت في الأيامات الفارتة حوالي 100,000 طن من القمح اللين، والسوم السعر وصل 380 دولار للطن في الوقت اللي في مارس 300 دولار زيادة. في الوقت اللي في مارس 300 دولار، وفي الوقت اللي نتوقعه زيادة فما توقعات بسبب انخفاض الانتاج في روسيا وفي أوكرانيا يوصل ربما 400 وربما أكثر. نحن قادمين على وضعية اجتماعية صعبة في علاقة بالموضوع هذا برك، نعرف أهمية القمح اللين في علاقة بالخبز وعديد المواد في علاقة دونك هذا شي يستوجب أنه فما مصارحة للتوينسة ساعة. انا نتمنى ان اللقاء 5 مع 5 باش يتم مع رئيس الحكومه يكون فيه جانب كبير شفاف يقولوا للتوانسه يا اخو شنو هي الوضعيه، والناس كل تحمل مسؤوليتها مع بعضها. ان شاء الله يكون اللقاء شفاف والحوار يكون حقيقي والامور كلها تقعد في اطار هالكلمات الجميله هذيا. فاصل وراجعين. مواصلين معكم زابينج. أحلام تفضل. نرجع الملف عقارب وكذلك القضايا الحقيقية. رئيس حزب أفاق تونس فادر عبد الكافي البارح في ديوان فام يقول أن ملف عقارب موضوع كارثي وسياسي، يقصد مسيس، ويقول نحن التوانسة عايشين في قنابل موقوتة في الولايات الكل، منها برج شاكير اللي هو زاد يعتبر قنبلة موقوتة، وينتقد بشدة الإدارة التونسية فاضل عبد الكافي والبيروقراطية متاع الإدارة. يقول تونس ما زالت دولة عثمانية، مشروع في عوض يتعمل في 10 سنوات. أولا بربي كلمة على عقارب باش نشوفوا كيفاش تونس للأسف تبدلت. عقارب عام 80 وعام 75 كي تاخو فوتو ايريان يعني مسمى عليها ما بقى شيء. اليوم عقارب نجم نقولوا فما مصانع وفما مدارس وفما معاهد، وهذا الكل عليه من سياسات الدولة اللي كان فما تحفيز جبائي للشركات باش تنتصب في عقارب ومجمعات كبيرة. واليوم ولات عقارب مدينة يعني فيها تقريبا أكثر من 40,000 متساكن وفيها يعني ولكن خلقنا الرزق وخلقنا يعني بلاد قاعدة تدور، ولكن هذا المصب فيه عامين فيه قرار قضائي، ونهار يدسي نهار وجمعة يدسي جمعة وشهر يدسي شهر. يخرج الحكومة اليوم يعني بكل احترامي للمقامات وبكل احترامي للإداريين، يعني هذا موضوع اليوم عاشي ولا ساعة. أولا موضوع كارثي، ثانيا موضوع سياسي. لليوم نسمعه في مديرين عامين راهو يتكلموا عن الموضوع ده. يعني نحب نفهم وينها وزيرة البيئة، وينها رئيس الحكومة، وينه رئيس الجمهورية. تونس ما زالت اليوم في 2021 دولة عثمانية، في آخر الدولة، في آخر الإمبراطورية العثمانية. يعني تدابير إدارية معقدة، يعني
يعني هذا يقول لي تقف مشروع في عوض يتعمل في عام يتعمل في 10 سنين ترى الفوتوفولتايك ولا ترى تثمين نفايات في تونس شيء ما صار فيها بورشكير يعني قنبلة مؤقتة. ولكن التوانسة اليوم عايشين في قنابل مؤقتة في الولايات الكل. اللي حب يعمل السياسة السياسة مش يعني شعارات فضفاضة وتوا نعمل وتوا نقد. افعل افعل حل ألقى حلول. اليوم فما أراضي دولية ينجموا يحطوا فيها النفايات ينجموا يبدلوا المصبات ينجموا يدخلوا القطاع الخاص بشراكة مع القطاع العام لتثمين النفايات وإنجاز الطاقة اللي الطاقة تنجم تشريها ستيك وبعد تعطيها للمواطنين. هذا الكل معمول به في العالم أجمع. هذا فاضل عبد الكافي اللي رجع على تصريح أمك صنيفة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. رجع على تصريح هذية وأكد أنه رئيس الحكومة كان لابد وأن هي تفسر رئيس الجمهورية المسألة هذية وتجاوبه بالتالي. رئيس الجمهورية يكتشف المشاكل الحقيقية هذا الواقع متاعنا. رئيس الجمهورية كي هو ما يحبش بلادنا تتصنف وما شكون قالكم صنفونا هي حق سيدة رئيس الحكومة جاوبته تقول سيد الرئيس راهو احنا طالبين باش نصنفوا وطالبين باش نصنفوا باش نرفعوا الاموال في الاسواق العالمية وهذاك اللي يصير في العالم. ولا هو سيد الرئيس يصنف فينا شرفاء وفساد وناس يعني وطنيين وغير وطنيين ويطلب من التوانسة الشرفاء اللي احنا ما نعرفوهمش شكون باش يحرروا ويطهروا البلاد من الفساد وكذلك على القضاء وغيره. ولهذا رئيس الدولة اليوم قاعد خاطر هو اخذ السلطة الكل نهار 22 سبتمبر خاطر هو السلطة التنفيذية خاطر هو السلطة التشريعية خاطر هو يعني مجال كبير من السلطة القضائية خاطر هو حتى حد ما نجم يطعن في قراراته وما عندناش رزنامة تاريخية بالضبط اكتشفتوا في هذه الحالة الاستثنائية اللي غير مقبولة. اليوم يزيد اليوم رئيس الدولة يفهم اللي فما برشا مشاكل عملية نعاود نقول عملية في تونس والمشاكل جبولات قدامهم. نمشي مباشرة إلى موضوع الاقتصاد والتصنيف بسرعة وبعد باش نرجع على حكاية عقارب والأراضي الدولية. البنك المركزي ونجلة بودن يتقابلوا يحكي وبعد ذلك نسمع أنه سيقع رسميا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. نسمعوه مش من رئيس الحكومة ومرة أخرى راهو المشكلة لهنا عندها طابع سياسي. مش كي التواصل أنه إعلان طلب رسمي تونسي من صندوق النقد الدولي لإعادة المفاوضات حول اتفاق جديد للعودة للمفاوضات حول اتفاق جديد كي نسمعوه في بيان البنك المركزي مش من قبل رئيس الحكومة هذا فيه طابع سياسي كأنك انت حاش وماكش عارف وما عندكش خطة وماكش فاهم وين ماشي واتسيتيرا. دونك هنا ديجا هنا تبدا المشاكل. نحب جوست نعلق على حكاية الأمك صنيف صحيح اللي قال احنا طالبين باش نتصنف نحن ونحن نخلصوا احنا مقيدين ونخلصوا نحن نخلصوا زوز مؤسسات باش نتصنفوا كي باش نخرجوا المارشي الانترناسيونال باش نقترضوا يلزمنا معناها ترقيم هذاك الوضع العادي. هنا مره اخرى الاشكاليه في علاقة قيس سعيد هو عدم مش فقط الرؤيه السياسيه مضبه اما ما عندكش اسس واقعيه موضوعيه. انت تو باهي ما عندك مشكله مع الترقيم السيادي دونك عندك مشكله مع الاقتراض من الاسواق الخارجيه شنو البديل لذلك؟ شنو هو بديلك العملي بخلاف السياسه جو فاندمي هذه تاع اخذ الفلوس من المواطنين؟ شنو هو بالضبط؟ اعطيني هنا المشكل. ولهنا كي ما تتكلمش رئيس الحكومه كي ما تكلمش وزير الاقتصاد اللي بالمناسبة توا في زيارة مهمة لجنوب الصحراء به كي نمشيو لافريقيا والجنوب الصحراء معناها تحديدا به لكن مانيش قاعد نسمع فيهم يحكيو يلزمنا جوست موطا في الموضوع كيف موضوع عقارب موضوع بك الأهمية السياسية هذيك اللي تستوجب مش ردود تقنية. أنا البارح ولا ولد البارح سمعت مسؤولة في وزارة البيئة كي سألوها قلت لهم أنا ما أسألوا جماعة اللوجيد أنا ما عنديش فكرة تخي أنت مال عليش جايبينك ما مرات إثفاء الصبغة التقنية المعقدة على ملف يمكن بعض المسؤولين من أنهم يهربوا من مسؤولية السياسية هذا معناه سيتون استراتيجية معروفة على الأخر. خليل فضل عبد الكيف يقول الرئيس الجمهورية للسلطات حطوا نفايات في الأراضي الدولية فما حلول كان تحبوا تلقاو حلول أفعلوا ويزيوا من الشعارات. هي تم حلول وزيوم الشعارات لكن سي فاضل عبد الكافي التقني المالي الاقتصادي أعطانا درس في التوظيف والركوب على الأحداث السياسية وناقد نفسه بنفسه. يعني انطلق قال منذ عامين مصبع قارب أصبح بيريمي وفيه حكم وبعد ولا يلوج على الحكومة اللي جات بعد عامين نقز فترة كاملة وقت اللي حركة النهضة وبلدياتها وإدارة نفاياتها الكل يعني أغلقوا مصبات دون احضار مسبات بديله ودون دراسات لمسبات بديله وخلاه وزاره البيئه اللي نحكيوا عليها اليوم حطوا رواحكم في بلاصتها امام وارد يا اما ترجع مسب القنه يخدم يا اما ما فما حتى حل الا نكريو مركبه فضائيه نهزوا فيها الزبله للمريخ. بمعنى اننا اليوم وقت اللي يحكي على التوظيف السياسي وين الحكومه وين الجمهوريه
ونقولوا له زاده يحكي على التوظيف السياسي، على المنظومه اللي خلقت من ملف النفايات مشكله سياسيه. ناكد لكم حاجه، انت رجعتي لاصل الموضوع اللي هو باش تعرفوا متفق عليه الناس الكل، باش تعرفوا تسييس واحد. ناكد لكم حاجه، ما علاقه الزبله والنفايات والجنه بحرقان مركز الشرطه وحرقان مستودع البلدي فيه سيارات مدنيه اغلب الظن انهم مليها زواوله؟ فهموني هذا باش تعرفوا هذا النسج. ملف النفايات سيحولونه الى قنبله سياسيه لمواجهه قيس سعيد لا اكثر ولا اقل. والحقيقه هذا اللي قالوا فضل عبد الكيف، قال اليوم في كل ولايه فما قنبله وراه فما مصبات اخرى تنجم تكون في الطريق اذا كان ما تكونش المعالجه سفيان نتاع هذا 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 سي سي ليكزامان بارابور للامور نتاع المصبات ولا والشيء هذا. فضل عبد الكافي هو في المعارضه ودوره انه ينقد، ماهوش دوره انه يقدم الحلول للعباد اللي في الحكم. دونك هو في صميم دوره. ثانيا موضوع هذه الزبله موضوع صحيح قديم، فما تراكمات والزبله تراكمت في اطار التراكمات هذه، لكن اليوم شكون اللي يتحاسب؟ راهو عندنا احنا مثل شعبي يقول لك الاخراني يطفي الضوء. فهمت؟ ما هو هكا ولا ليه؟ ماليش في مثل شعبي انا. فهمت؟ الاخراني يطفي الضوء. اليوم الاخراني شكون؟ هي حكومة بودن. تحب ولا نكره؟ حصلوه معناها حصلوه. نحب ولا نكره؟ هكا حطيناهم في حصيلة. لا 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 نحب ولا نكره؟ الحكومة هي اللي يلزمها اليوم تلقى الحل. الحل كيفاش تلقاه؟ انا سؤال بسيط نقول لو انه زعما كان فما والي في 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 صفاقس كناش نوصلوا للوضعيه هذه؟ لا كنا نجمو نوصلوا. سؤال كان الوالي هو هاني نجاوبك سؤال وجيه سؤال الوالي الوالي كان موجود طيله عامين والمشكل موجود. المشكل كيف ما قلت المرة اللي فاتت هو عدم وجود استشراف الموضوع. لكن انا معاك في الموضوع نتاع التسييس، اي نعم فما تسييس، وخلينا نحكيو عليه من توا. توا تعرف شنو هي الكارثة الأخرى اللي بالحق نجم تصير؟ حكاية برج الشكير. توا كتصير برج الشكير فما تخوفات، الفكرة علاش علاش شو المؤشرات اللي تخلينا اليوم نتلفتوا لبرج الشكير؟ ديجا كي تلقى صارت مشاكل ديجا منظمات مجتمع مدني كي تشوفها بدات تخدم كل واحد ونيته، فما نيته طيبه فما نيته كي انا نايبه سابقه الحركه النهضه من توا بدات تشعل في النار بالوقت اللي هي كانت مسؤوله على الوضعيه بوصفها كانت عضوة في حزب حاكم. توا بدات تشعل في الوضعيه وبرج الشكير وما فماش مصب وما فماش درا شنو الى اخره. هنا شوف خلينا نكونوا واضحين، فما المشكله نتاع مسؤوليه الدوله وعدم وجود الاستشراف، لكن عندنا مشكل ما يلزمناش نقولوا ليه برا تصرف انت حل القى حل، يلزم تعاون برشا ناس في الحل. فما مشكله نتاع حجره. لحظه لحظه شو رايكم في الحكايه العربية الدوليه انه يحطوا فيها يستغلوها لوضع شوف سادي بون على شنو نحكيو سادي بون على شنو نحكيو. لكن في جميع الاحوال مش فقط الدوله يلزم، خاطر تنجم تاخذ اراضي دوليه وتبدا قريه اخرى ولا مدينه اخرى تقول لك احنا ماناش بالطبيعه لازم حاجه تشاركيه. رانا قاعدين ننساو في حاجه أساسي هو أنه المجتمع المدني في صفاقس راهو قدم مقترحات. شنو معناها؟ معناها المقترحات هذيك مقبولة لدى عموم المواطنين. مش بالضبط سفيان، أنا حكيت مثلا عاونت مع شفيق العيادي في الأغلبية مقترحات، لكن فما زاد مشكلة مش هي الأخرى في الأغلبية في الأغلبية مثلا ثم أنه في الظرف الاستثنائي في عوض تخلي يا سيدي مسكر هذاك الجنة مسكر كي تتلم ثلاثة أربع أيام زبلة ما تهزش الدولة تاخذ على عاتقها أنها تعمل على البلاصة تهز تصرف أكثر على هزان الزبلة تمشي بها 200 كيلومتر على صفاقس باش تلقى مواطنين المشكلة. أسمع في تونس عندنا بلايس اللي لا دونسيتي ديموغرافيك فاهم اقل من 1% من مواطن واحد كي يبدا 0.1% تلقى باش يوجد مواطن باش تلقى معارضه. المشكل في المنهجيه، انا نعاود نقول اذا كان فما ناس باش تحس بالحقره وتقول لهم ليه راه مش كان انتم باش تحملوا المسؤوليه. انا سمعت واحد من المجتمع المدني في سيدي حسين يقول شو معناتها بتاع المرسى وقرطاج تجي تصبهم لنا لهنا؟ هذيك هي البرسبسيون. شفت هنا يلزم تحسس الناس كل تحمل مسؤوليه مع بعضها، من غير هذيك باش تبقى
قديمة مسؤولية الدولة اللي خلنا أنه الحكم المركزي والجماعات المحلية باش يبدأوا يحسونا هكا بإنقاص الفوارق وكل هكا تشوفوا الدولة دولة زي ما تلقى حل. يا أخي احنا مش نقعدوا كل يوم هنا نلقاو في حلول للمصاب باشا. مهم ليه نعطيو رأينا ما الحقيقة ما نجموش نعطيو رأينا طبعا. يلا شكرا لكم الكل. الكاتب العام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي يكون ضيفنا بعد الأخبار.